في اليوم راح أجيب أشياء من البقالة وراح أحولها لأكلات مختلفة، يعني مثلا راح أحول بسكوت إلى دونات وأشياء زي كذا، وراح تكون بطريقة سهلة. بس خليكم مع الفيديو. أول أكلة راح أسويها راح أحول الأوريو إلى وافل. أول حاجة شلت الكريمة من الأوريو وراح أستخدم الكريمة بعدين. وراح أحط مع الأوريو حليب وأخلط لحد ما يصير معايا قوامه زي عجينة الوافل. بعدين حطيت الخليط بآلة الوافل وخليته تقريبا مدة دقيقتين. وبعدين حبيت انه اقص الوافل بشكل دائري. اول شكل حسيته ما جا مرتب مرة، علشان كذا الثاني شكل قصيته بالمقص. والحين نجي لكريمة الأوريو، حطيت معاها شوية حليب علشان أخفف قوامها، وراح أحشي فيها الأوريو. حطيت بصحن شوية جالكسي وشوية حليب وراح أذوبهم بالمايكروويف، بعدين راح أغمس فيهم وافل الأوريو. آخر شي راح أزينه بM&M. بصراحة مرة حبيت التحويل، وطعمها كان مرة لذيذ وقوامها كان مرة خفيف. وبثاني أكلة راح أسويها راح أحول بسكوت دايجستيف إلى دونات. أول شي حطيت بصحن بسكوت الشاي وحطيت عليه حليب وراح أكسر لحد ما يصير معايا قوامه زي العجينة. بعدين جبت صحن دائري وحطيت قمع تزيين الكريمة وحطيت خليط البسكوت ووزعته كويس، بعدين دخلتها الميكروويف لمدة دقيقتين. بعد ما طلعتها من الميكروويف زي ما انتم شايفين شكلها جاي قريب من الدونات، وبعدين دهنتها بنوتيلا. وبعدين زينتها بآيس كريم شوكليت وكمان فراولة وشوكليت بيضة، وآخر شي زينتها بسبرينكلز. هذه من أكثر التحويلات اللي حبيتها بفيديو اليوم، مرة عجبتني نتيجة الشكل والطعم كمان كان مرة لذيذ. طعمه كان مرة خفيف زي الكيكة، والنوتيلا مرة أعطتها طعم لذيذ. ثالث أكلة راح أسويها راح أحول بسكوت لوتس إلى كيكة. أول حاجة حطيت شوية بسكوت لوتس وحطيت عليه حليب وراح أكسر لحد ما يصير معايا قوامه زي العجينة. دهنت صينية بشوية زيت وبعدين حطيت فيها خليط بسكوت اللوتس ودخلتها الميكروويف لمدة 3 دقايق. بعدين حطيت شوية من زبدة اللوتس بصحن ودخلتها الميكروويف تقريبا لمدة 30 ثانية، وزينت فيها الكيكة. وآخر شي كسرت شوية بسكوت لوتس وزينت فيها الكيكة. أحس هذه الكيكة لو تقدموها لأحد راح يفكر إنكم استخدمتوا معها مكونات كثيرة، والحلو فيها إنها ما تحتاج مكونات الكيك زي الدقيق والبيض، بس بسكوت اللوتس. مرة طعمها وكمان حلاوتها مقبولة. ورابع حاجة راح أسويها راح أسوي القهوة اللي انتشرت كثير بالتيك توك، بس راح أسويها بطريقة مختلفة. أول حاجة حطيت بكوب حليب حار، وبعدين حطيت إصبع كندر وملعقة صغيرة من النوتيلا علشان ما أبغى يجي حالي مرة. وعلشان أسوي رغوة القهوة حطيت ملعقتين نسكافيه وملعقتين سكر وملعقتين مويه حارة. وبعدين راح أخفقها، تقدروا تخفقوها بأي مضرب، أنا راح أخفقها بهذا المضرب. هذا المضرب راح يخليها رغوة خفيفة، بس أنا أبغاها تجي رغوة أكثر من كذا، علشان كذا كملت خفقها بالمضرب الآلي.
بعد ما صارت معايا رغوة زي كذا حطيتها على الحليب، مرة عجبتني الإضافات، أعطتها نكهة مميزة، وكمان القهوة نفسها بدون أي إضافات مرة لذيذة. بس لو حبيناها حالي أنصحكم تسووا هذه التجربة، إنكم تحطوا معاها كندر ونوتيلا. خامس أكلة راح أسويها، راح أحول الأوريو مع الرافاييلو إلى كرات الأوريو. أول حاجة طحنت باكيتين أوريو وحطيت معاهم حبتين جبن كيري، عجنتهم مع بعض. بعدين راح أحشي خليط الأوريو والكيري برافاييلو وراح أكورها، وآخر شي راح أغمسها بجوز هند. الوصفة كانت مرة طعمة، بس بصراحة بهذه الوصفة حسيت إنه لو غمستها بجالكسي راح تجي مرة رهيبة، فأنصحكم إذا جربتوها تغمسوها بجالكسي، متأكدة راح تجي ألذ. وبسادس تحويل راح أسويه، راح أحول الإندومي إلى آيس كريم. كثير منكم ممكن يستغربوا من فكرة الحلويات بالإندومي، بس أساساً الإندومي لوحدها بدون بهاراتها طعمها زي العجينة العادية. أول حاجة كسرت الإندومي، وبعدين بصحن حطيت بيضة وشوية فانيليا وملعقتين سكر وخلطتهم مع بعض. وبعدين حطيت الإندومي اللي كسرت وحطيت معها شوية دقيق وعجنت لحد ما صارت معايا عجينة متماسكة. سويت لي قمع الآيس كريم بكرتون وبعدين غطيته بقصدير وحطيت عليه عجينة الإندومي اللي سويتها. بعدين حطيته في صينية ودخلت الفرن لحد ما يستوي معاي. وبعد ما خليته يبرد شوي طلعت منه القمع وراح أزينه بنوتيلا وسبرينكلز بيضة. آخر حاجة حشيته بكريمة أو آيس كريم بالفستق وزينته بسبرينكلز. طعم البسكوت مرة زي أي طعم بسكوت عادي تسووه بدقيق عادي، بس عيبه الوحيد إنه خليته سميك فجا قاسي شوية. اكتبوا لي بالتعليقات أفكار أحول فيها الإندومي. وبسابع تحويل راح أحول التوست إلى سيريال بالميني سينامون. أول حاجة قطعت أطراف التوست وراح أفرده. وبعدين دهنته بزبدة ورشيت عليه خليط من القرفة والسكر ولفيته وسويت حبتين بنفس الطريقة، وبعدين قطعتهم قطع صغيرة علشان تجي معايا ميني. رصيتها بصينية ودخلتها الفرن لمدة 10 دقائق. بعد ما طلعتها من الفرن وهي حارة حطيت عليها حليب مكثف محلى. حطيته بصحن حليب وحطيت عليه الميني سينامون اللي سويتها. السينامون نفسها كانت مرة لذيذة ومقرمشة وطعمها مرة قريب من السينامون اللي نسويه بالعجينة العادية. وآخر تحويل راح أسويه، راح أحول الكيك إلى ميني دونات. جبت كيك بار بالفراولة وراح أفتته وأعجنه لحد ما يصير معايا عجينة متماسكة. بعدين حطيت بالصحن شوية دقيق وراح أفرده علشان ما يلصق معايا. جبت قمع الكريمة وراح أقطعه على شكل دوائر. أما الفتحات اللي بالنص بالدونات راح أسويها بالمصاص. بعدين سويت خليط عبارة عن دقيق وموية وراح أغمس فيه الدونات. بعد ما سويتها كلها راح أقليها، حرفيا ما أخذت مني إلا ثانيتين علشان تستوي. أما
الفتحات اللي تقفلت بالنص راح ارجع اسويها من جديد بالمصاص. اما التزيين بعضها حبيت اني ازينها بشوكليت وبعضها حبيت اخليها بدون تزيين، وكمان بعضها حطيت عليها سبينكلز. التحويل هذا مرة عجبني من ناحية الشكل، كانت اشكالها مرة كيوت، بس بصراحة طعمها ما كان مرة ابدا، ما كانت سيئة بس ما كانت مرة لذيذة، لان قوامها ما جاء مقرمش، كان لين شوي. بس هذه نهاية الفيديو، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك، واكتبوا لي اقتراحاتكم للفيديوهات الجاية، وباي.